بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ينبغي أن يعلم أنه لن يقع إلا ما قدر الله، فإذا أراد الله أن يرد قدرا في يدي كتب في يد الملائكة ألهم ذلك العبد دعاء كتب في اللوح المحفوظ، ألهمه دعاء كتب في اللوح المحفوظ. في الحديث لا يرد القدر لا يرد القضاء إلا الدعاء، والمعنى متلازم، وكل ذلك بقدر الله، كل ذلك بقدر الله جل وعلا. والدعاء مر معنا كثيرا أن شأنه عظيم جدا عند الله، شأنه عظيم عند الله. فإذا كان الإنسان ذا تقوى في السر كان أقرب إلى إجابة دعوته. وقد كان في بعض مغازي المسلمين لقيوا علجا من الروم، كان لا يرمي بنشاب أو بحجر إلا أصاب مسلما، فأضر ذلك بالمسلمين، فلجأوا إلى أحدهم يقال له أبو معاوية الأسود، قال عنه الذهبي في الأعلام إنه أشبه بالأبدال في الأرض، كان مستجاب الدعوة. فقالوا له يا أبا معاوية إن هذا العلج، ويظهر أن العلج كان على حصن، أضر بنا. فقال أعطوني النشاب، أعطوه النشاب فتلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم قال لهم أين تريدونني أن أصيبه؟ الله أكبر. قالوا في مذاكيره. فقال أي رب قد سمعت ما طلبوا، الله أكبر، فاللهم أجبهم، ورمى فأصابه فيما طلبوه وسقط العلج. لكن انظر إلى قراءته قول الله جل وعلا قبل ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهنا أظهر لهم علمه بالدعاء لحاجة المسلمين إليه، لكنه لو كان في ملأ غيره لما صنع ذلك، ليس فلسفة، ليس فلسفة. ولذلك جاءه أقوام في موقف آخر وقالوا له يا أبا معاوية ادعو الله لنا، فماذا قال؟ قال اللهم لا تحرمهم بي وارحمني بهم. الله. اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي. العكس تماما. نعم. انظر كيف خلص نفسه، لأنه أصلا لو كان ممن يظن في نفسه الخير ويدري على الناس به لما رفع الله ذكره هذا. وإن كان يعني كلمة رفع الله ذكره أحيانا تحتاج إلى ضابط، يعني ما نستطيع أن نقول أن كل من عرف واشتهر دلالة على رضوان الله، يعني هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، لأن هذه أشياء قد تكون أحيانا فتنة. والله يقول وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وربنا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فيحتاط العاقل لنفسه في مثل هذه الأحوال، والمقصود هذا في الإجابة عن قوله القدر والدعاء. نعم.